اللي بيعمل كده وكده يبقى الواد ده ايه مش كويس. احنا افتكرنا انها كلمه لها اصول، لا بس احنا اللي مش عارفينها. لا 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 شنكوتي اي راجل وحش. اللي يكون كذاب وابو لمعه ويشاغب في بنات الجامعه يبقى الواد ده ايه؟ واللي عامل نفسه بلانتينو كل بنات الكون عاجبينه يبقى الواد ده ايه؟ واللي يعشم بنت جميله ويعمل فيها شوهاي يعمل لها من البحر طحينه ويقول لها باي باي. اللي يعشم بنت جميله ويعمل فيها شوهاي يعمل لها من البحر طحينه ويقول لها باي باي يبقى الواد ده ايه؟ يلا على السقف بنت زهره بنت زهره. طب واللي تحب عريس صاحبتها وما تقعدش دقيقة ببيتها تبقى البنت ايه؟ شنكوتة. واللي عامل نفسه بلانتينو وبنات الكون عاجبينه يبقى الواد ده ايه؟ شنكوتة. طب اللي رقم تليفونها توزع على كل الشباب وبتضحك عليك وتقول لك قلبي في حبك ده تبقى البنت ايه؟ شنكوتة. والواد الواد ده ايه؟ شنكوتة. يبقى الواد ده ايه؟ شنكوت. وزعلت بقى انه لا الصحافه ولا الناس بتحط صورتك ولا اي حاجه. قلت انا مش هلحن. انا جاي لكم. بطلت تلحن. اعتزلت التلحين. ليه؟ غنيت في الافراح والحفلات وسفر بره، ويعني عشت صراحه بتاع 8-9 سنين كده جميل يعني. هيصت جدا وسبت بقى التلحين، ولسه هقعد بقى بالعود واجيب كلام وسمع المطرب وتعجبه ولا ما تعجبه. خلاص ستوب، سلام عليكم. وابتديت بقى اعمل اغاني الافلام.